الحمد لله كاع اللاعبين عارفين المسؤوليه اللي عليهم. عندنا اربع واجهات اللي ما غادي تكون سهله هذه السنه هذه، لازم نشتغلوا بجديه. عندنا كل يوم تمرينين في اليوم اللي كاين واحد شويه العياء، والحمد لله خاصنا نتغلبوا على هذا الشيء باش نزيدوا الامام. الحمد لله المعسكر كيمر في واحد الاجواء اللي مزيانه، الكل عارف شنو يتسنانا هذا الموسم، الكل عارف اننا غادي نواجهوا في مسابقات اللي هي قويه داخل القاره الافريقيه ولا امام فرق عربيه من خلال دوري ابطال العرب. الحمد لله الان تركزوا على الجانب البدني، خدينا مقابله اولى من بعد واحد ثلاث ايام من الاعداد البدني، كنظن بانها ما غاديش تكون عباره على مقياس.